والنبي الاستاذ فتوح على ايه فين؟ اسال في الكاونتر. الف شكر. الاستاذ فتوح مكتبه في اخر الطرق. هاتي بوسه يا بنت. مزاجك عالي قوي النهارده يا توحه. ايه مجهود البصرات الحلوه الكليه والشغل جامدان يا بنت انت كده. ايه في ايه؟ في ايه؟ طبعا اذنك يا استاذ فتوح. روح يا اختي. في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ أنا ما أقبلش التهديد ولا قلة الأدب. لو قربت مني هندهلك عمال الكافيتيريا يشيلوك يرموك في الشارع. لو قربت خطوة تانية أو لمستني هطلب لك البوليس. هو في إيه بالظبط؟ دعاء. مالها دعاء؟ لما مشيت امبارح سابت هدومها. هدومها؟ هي فين؟ حضرتك هناك، هناك في الكيس البلاستيك الأسود اللي على الكرسي اللي جنب الكلمة هناك دي. المرتب. مرتب ايه؟ هو حضرتك تقرب لها؟ ما يخصكش. المرتب. بس خلي بالك هي مخصوم منها 8 ايام. وبعدين بقى هتقرفني معاك ولا ايه؟ خلاص حاضر. انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش مليم. حاضر. حقها. حاضر حاضر. اتفضل معاك. خد اللي انت عايزه. خد خد خد. تشكر يا باشا. معقول يا باشا؟ طب ما تخلي خلي. طيب بص يا عم الأمور، انا الايام اللي قضيتها في السجن اكتر من الايام اللي قضيتها براه، واصحابي اللي في السجن ايوه اكتر بكتير قوي من اصحابي اللي براه، واحمد ربك انها عدت على كده. بس وديني وما اعمل وايمانات المسلمين، لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عمر. حاضر يا باشا. مش فاهمني؟ حاضر. مش هعمل كده تاني. خلاص حرمت يا باشا. حرمت يا باشا. خلاص يا باشا. خلاص خلاص يا باشا. وبطل الحركات الوسخه اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي. خلي ربنا يفتحها في وشك بقى. سلام. عم رز خير يا حرب يا ابني؟ العربيه ما بتتش في الموقف امبارح ليه؟ معلش يا عم رز، كان عندي مصلحه كده بقضيها خدت مني طول الليل. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، عايزك تغسلها كده وتروقها وتخليها لي عروسه في ليله الدخله. وهتزفها على مين ان شاء الله؟ صاحب النصيب بقى عم رز. ماشي يا ابني. الله يستر طريقك يا ابني حربي. ايه يا عم؟ كنت فين ليلة امبارح؟ كنت بكسر المولة، بكسر القلة. بقول لك ايه؟ الواد زين فين؟ معرفش، راح مشوار ومش هيتأخر. مالكش مشوار ايه؟ لا انا وانت كنت قلت لما هو هيقول. اهو يا عم، جه اهو. هو راح على فين كده؟ تلاقيه عند عم نوفل. عم نوفل، يا حنين. يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. اهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ يا ابني انا اصل كنت انا يعني مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. تسلمي. اهلا اهلا يا زين. ايه يا ابني؟ بقالنا مدة ما شفناكش. معلش بقى عم نوفل، مشاغل والله، انت عارف الدنيا تلاه. خير خير يا زين. خير ان شاء الله. انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني. اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. الله، ايه العباره؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجه، انا بس بعد اذنك يعني عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك اهي.
لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني، ده بعد اذنك طبعا. يا حلولي كلمتين بينك وبينها؟ ده في اسرار بقى. ايه يا دودو الموضوع يا روحي؟ بعد اذنك يابا تعالى يا زين بره. شفت المقروسه خدت الواد من ايده وخرجت ولا كانك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجه يا نوفل. الله، ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان؟ هي ناقصه. قوم ما تقعدش زي البروطه، لا بتهش ولا بتنش يا برودك. انا مش عارفه اقول لك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجه. ايه هو احنا غرب عن بعض ولا ايه يا بت؟ ربنا يقدرني على الرد جميلك ده يا زين. برضه جمايل؟ في بينا جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست، نمشيها المره دي اخوات، بس خدي بالك من نفسك. قولي لي صحيح هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع، وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مره. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه. كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. عفتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء. عم زين كنت فين كل ده؟ لا ابدا، كنت في مشوار يعني كده، مهمة انسانية. يا سلام، تصدق قطعت لي قلبي. ويا ترى بقى المهمة دي ليها علاقة بعمي نوفل وبنت عمي نوفل؟ يعني مش قلت لك حنين؟ ولا كيمو فين الشاي بتاعي؟ ياض جاهز ومتظبط ومستني الشريبة. لولا ده كيمو عمي، ملقاش عندك عدة محمول متكمرة؟ انت تؤمر يا عمان. بس بقول لك ايه، عايزها فابو رخيص، حاجة يعني تمشي الحال وخلاص، بس أهم حاجة تكون شغالة ويكون معاها خط كمان. اعتبره حصل. أيوة جاي. هو إيه النظام؟ مش هنلقط رزقنا ولا النهاردة هنبلط في الخط؟ لا يابا، النهاردة كونجيه، وبكرة بقى ربنا يسهل ونعمل شغل على تقيل قوي. شغل إيه؟ اصبر على رزقك تنول يا زين. هخلع انا بقى 5 دقايق كده للمعلمه انشراح، اخلص معاها مصلحه على السخان وارد على طول. مقضيه باذن الله. ها زين، رجعت ده من ساعه ما خرج من السجن وحاله بتشقلب. اه والله يا بركه، بتشقلب على الاخر.